البويلر ديت مليانه ميه. بعد كده هنحط دي كده الناحيه المقفوله دي ناحيه الفتحه عشان الكور او السفيرز لما تحطها ما تقع، هتلاقيها مليانه ميه، تحطها على الهيتر او السخان. بعد كده نحط السفيرز اللي عندنا هنا اثناء ما الميه بتغلي. بعد كده عندنا هنا الترمومتر، هنحطه على السفيرز ونستنى لغايه ما توصل ل 90 درجه. اول ما توصل ل 90 درجه عندنا الكالوميتر فيه كميه ميه معلومه، هنحطه تحت الفتحه دي ونرفع كده، هنلاقي السفيرز اللي عندنا نزلت. واحنا من الاول هنبقى معينين درجه حراره بتاعه الميه اللي في الكالوميتر اللي هي درجه حراره الغرفه. بعد كده هنحط الترمومتر دوت على السفيرز والميه لغايه ما نلاقي درجه الحراره هنا ثبتت، بقت ثابته. ونخلي بالنا يا جماعه الترمومتر يتحط على الميه مش على السفيرز، عشان السفيرز درجه حرارتها تبقى اعلى من الميه. نحطه على الميه لغايه ما درجه الحراره تثبت، تبقى دي التي انيشال. وهنعوض في القوانين عندنا ونبص على الخطوات اللي عندنا.